صباح الخير مشاهدينا بلبنان والعالم، برحب فيكم بحلقتنا لليوم من برنامج الحدث. اليوم الاحد 28 ايلول 2014. بسرنا ان نرحب بضيفنا بهالحلقه دكتور فريد الخازن، النائب في تكتل التغيير والاصلاح. صباح الخير دكتور فريد، واهلا وسهلا فيك. طبعا عم نحكي بالخير لانه اليوم في شتاء يعني كثير، وطبعا كل اللبنانيين كانوا منتظرين الشتوى الاولى، رغم انه صار في شتاء باول ايلول، لكن هلا حسينا اول مره بانه فعلا جدي في خير. ان شاء الله ينسحب هالخير، يعني الخير الطبيعي على السياسة، على الأمن، على كل الملفات اللي رح طبعا نناقشها اليوم بحوارنا مع حضرتك، بدءا بملف المخطوفين العسكريين، انتقالا إلى الوضع الأمني العام، إلى داعش، إلى التحالف الدولي وأبعاده وأهدافه، وطبعا الوضع السياسي الداخلي في ظل كل هذه المتغيرات الإقليمية، موضوع رئاسة الجمهورية، موضوع التشريع وتشريع الضرورة، والصفقة التي يحكى عنها عن تمديد ما بعد التشريع المرتقب بمنتصف الأسبوع المقبل. قبل أن ندخل بكل التفاصيل، جولة إخبارية سريعة مع كريستين حبيب، ومن بعدها ننطلق بحوارنا. هذا ضروري. شكرا لكريستين، وأرحب بكم من جديد مشاهدينا، ويسرني أن أرحب من جديد بضيفي النائب دكتور فريد الخازن، عضو تكتل التغيير والإصلاح. أهلا وسهلا فيك من جديد. شكرا، أهلا فيك. دكتور فريد، نبدأ بموضوع المخطوفين العسكريين. نعم. كلام كثير حول هذا الملف، مواقف متكررة، حتى آخرها كلام الرئيس تمام سلام في حديث لصحيفة الحياة نشر اليوم، يقول فيه أنه أنا مع مبدأ التفاوض، لست مع مبدأ المقايضة، وإنما أنه التفاوض، إلى أين يذهب هذا التفاوض وكيف تسير الأمور لا أحد يعلم. أولا يعني هذا الكلام ماذا يعني، وهل هو يؤسس لفعلا الذهاب نحو مقايضة بعدما كثرت المطالبات بهذا الأمر في الآونة الأخيرة لإنقاذ العسكريين؟ هلأ التفاوض لابد منه طبعا لحل معضلة كان ما لازم تصير أصلا، يعني انسحاب الإرهابيين شيء وأخذ معهم العسكريين شيء آخر. لحد هلأ ما بنعرف شو صار. المشكلة وين هلأ؟ إنه بالماضي أول شيء حاليا الوضع أسوأ مما كان وقت اللي كان في مخطوفي أعزاز. أول شيء عم نتعامل مع مجموعتين إرهابيتين، يعني عملية عصابات، يعني كان الأنصار أو داعش أو النصرة أو داعش. نعم. بالإضافة إنه الأطراف يلي إلها مون عليهم، تنحكي الأمور مثل ما هي، يلي هي قطر وتركيا. اليوم قطر وتركيا منهم متحمسين للدخول للعب دور الوساطة. قطر مبارح من كم يوم، من يومين، سمعنا إنه عملياً على رغم طلب اللبناني الرسمي والرئيس تمام سلام راح على قطر كمان، انه يبدو انه بعد ما تحركوا جديا. هيدا عم نسمع عم نقريه بالله. صحيح هالكلام كان من يومين، بس ايه؟ اللافت انه بكلامه الرئيس سلام بيقول انه الوساطه القطريه قائمه، وانه حتى الوساطه التركيه يبدو انه وعده الرئيس التركي اردوغان انه سيسعى لمساعده لبنان فور عودته الى تركيا. تركيا دوره ملتبس اصلا بكل المواضيع بالمنطقه من 3 سنين لهلا، ادوار ملتبسه، ما بتعرفي وين تركيا داخله بموضوع، وين هي بعيده عنه. ان شاء الله هلا يصير في حماسه اكثر عن تركيا، لانه تركيا قادره تحكي مع جماعه داعش، والقطريين قادرين يحكوا مع النصره. بدون هالوساطه انا ما بعتقد في امل نوصل لنتيجه. ان شاء الله الوساطه تنجح، بمعنى أن الأمر ليس بيد الحكومة اللبنانية، أو بننسى كلها ونقول الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني بده يقوم بعملية لتخليص هالناس هالرهائن، وهيدي محفوفة بالأخطار، فيها أخطار كبيرة، عملية عسكرية يعني بهالمعنى. إيه طبعا، إنه يا إما في استعمال للقوة مع كل المخاطر يلي فيه، وبده يكون مضمون نجاح العملية. نعم. مش عملية تجريبية، أو بدك تفاوضي، ما في خيار ثالث. نعم. بس نحكي عن أوراق قوة تمتلكها الحكومة اللبنانية. أوراق قوة، طيب ما هي هذه الأوراق ولماذا لا يتم استخدامها حتى الساعة؟ بصراحة حقيقة مش عم قدر أفهم تصرف الدولة أو الحكومة بهذا الموضوع. نحكي كلام عن فصل جرد أرسال عن أرسال، لأنه هيدي هيدي منطقة حسب ما عم نفهم ميدانيا هول الجماعات المسلحة موجودين على حدود أرسال. نعم.
لحد هلا الاخبار متناقضه متضاربه، في هناك من يقول انه الجيش قام بهي العمليه، وهناك من يقول انه الجيش ما قام فيها. اذا كان قام فيها او ما بنعرف ليه. نعم. هي نقطة، نقطة ثانية. هيدا الموضوع إذا بدنا ناخده بجدية بصراحة يعني، لابد أن يتم التنسيق مع الحكومة السورية يلي هي على حدود لبنان وحدود عرسان، وهالجماعات المسلحة موجودين عمليا بين الأرض يلي هي تحت سيطرة الحكومة اللبنانية والجيش وتحت سيطرة الحكومة السورية، يعني هن موجودين نسق مع الحكومة السورية لعمل عسكري يعني ضد هذه الجماعات. مع أنا ما بقى التفاصيل بيعرف تعرفها القيادة السياسية. نعم. والجيش هلأ كلنا بصير نحكي عن الموضوع، ورح بلش بحالي يعني انه مش عارفين ميدانيا شو فيه، ومش عارفين وين موجودين هالجماعه، بمعنى انه هل في امكانيه لمحاصرتهم ولا ضربهم؟ نعم. اذا في امكانيه ما لازم نتاخر. نعم. اذا ما في امكانيه اسمح لي دكتور، بس بدي لك شغله على الموضوع. نعم. الكلام انه نحن ما بنحكي مع سوريا، نحن ما عم نحكي مع سوريا بحربها مع الجماعات اللي ضدها المعارضه. نحن عم نحكي مع سوريا لمصلحه لبنان، يعني انه بفهم انا في موقف بيقول انه ما بدنا نحكي مع الحكومه. فهمنا. نعم. اذا عم نحكي ما في اعتراف حتى بشرعيه هذه الحكومه وهذا النظام. عظيم. ما العالم كله عم بيحكي مع هذا النظام ومعترف بشرعيته، مع العلم انه هذا النظام بحاله حرب مع معارضين له. نعم. نحن عم نحكي معه مش لنعوم النظام أو لنأهده، عم نحكي معه لأن عندنا مصلحة بإنقاذ وضعنا. نعم. إيه رح تابع معك طبعا في كتير تفاصيل بعدين الموضوع بعدين دكتور. بس تركتم كلمة صغيرة، إنه في وضع ميداني ما بعتقد حدا بيعرفه بتفاصيله أكثر من الجيش اللبناني ولا السلطة السياسية. نعم. بدهم يشوفوا استنادا على هذا الوضع، يا إما في إمكانية لعملية عسكرية أو بدك التفاوض بعدين. موضوع النازحين بعرسان. لا في كثير تفاصيل بدي احكي فيها معك، ما بدي نحكيهم بسرعه. طيب. بس لانه بدنا ننتقل مباشره الى زميلي رونا حلبي اليوم في حمله لتنظيف الشاطئ اللبناني في بحر بيروت، رغم رداءة الطقس. مشان هيك بدنا ناخذ رونا قبل ما ترجع تشتت الدنيا وايضا يتعذر الاتصال المباشر من هونيك. تفضلي رونا، صباح الخير. صباح الخير كاترين. نعم. بالفعل على الرغم من رداءة طقس اليوم، هناك مجموعة من الغطاسين المحترفين الذين يقومون بهذه المبادرة لتنظيف قعر البحر كاترين وليس الشاطئ، فالقعر مليء بالمواد الصلبة، وسترون بعد قليل بعض مما خرج حتى الآن من قعر البحر هنا في السان جورج، ويتحضر فريق الآن جديد من الغطاسين للنزول إلى البحر ومحاولة استخراج النفايات من قعره، علما أن هذه النفايات طبعا تؤثر على الثروة السمكية وطبعا أيضا على النبات وحتى على الأشخاص الذين ينزلون البحر. لمزيد من التفاصيل كاترين معي ناصر، وهو المسؤول اليوم عن الفريق الذي يقوم بالغطس. ناصر، هذه مش أول مرة اليوم عم تعملوا تنظيف لقعر البحر، ولكن للأسف يعني عم نشوف مناظر كتير بشعة عم تطلع من قعر البحر. مزبوط، هذه السنة 12 بنعملها، سنة 12 سنة عم نعملها، وهو نحن ما عم ندعي انه نحن عم ننظف كل البحر. اللي عم نجرب نعمله انه نحن بس عم نضوي سبوت صغير لنوعي العالم انه جربوا بس اللي كبوا زباله بالبحر. يعني عم نجرب قد ما فينا نشيل بامكانيات اللي عنا اياها، بس كمان ضمن سيفتي ما بدنا ناذي حدا من الغطيسه. اليوم هل تقتصر هيدي المبادره على هيدي المنطقه؟ كان هو المشروع نبلش من هون لنوصل للروشه، بس الطقس ما ساعدنا. خير انه شطت، كنا ناطرين الشتاء من وقت طويل، شطت اليوم. هنجرب اليوم قد ما فينا كمان مشان سيفتي ريزن انه نشتغل ضمن بعيد عن الموج، وبكره عندنا كل هالجمعه اللي جايه نقدر نكمل قد ما فينا من الشط اللبناني. هالمواد اللي عم تطلعوها قديش عم بتاثر على البحر؟ يعني كل المواد مثل ما شايفينها كلها مواد منا عضويه، يعني كلها مواد صلبه. عندك دواليب، عندك دواليب، عندك تنك بلاستيك ازاز، يعني كلها مواد ما بتتحلل بالبحر، بتضر كثير البيئه. حارب لحدك مشان أوكي. يبين شوي على الكاميرا. يعني دواليب، كاوتشوك وتنك وبلاستيك، اشياء ما بتتحلل بالماء وبتضر البيئه، بتضر الثروه السمكيه. فهذا اللي عم جرب نشيله. قديش في صعوبه هلا الفيزيبيليتي، يعني قديش قادرين تقشعوا اليوم تحت المي بهذا الطقس؟ الفيزيبيليتي اليوم كانت كثير واطيه، يعني عندنا اقل شيء متر
ما عم نقدر نشوف أكثر من هيك، بس بكفينا نقدر نشيل الزبالة، خصوصا أنه الزبالة موجودة على أرض كتير فيها ماد، يعني كل شيء عم نشيله عم كمان يصير الفيزيبيليتي أسوأ وأسوأ. شكرا لك أيضا شكرا كاترين. يعني كما قال ناصر، هذه المبادرة يقومون بها للسنة 12، ولكن للأسف ليس هناك اهتمام كافي بهذا النشاط البيئي بامتياز. واليوم هناك أيضا شخصية إعلامية سنراها اليوم بلباس مختلف، الإعلامية بولا يعوبيان اليوم أيضا هنا للمشاركة في هذا النشاط. ليش هذا الاهتمام اليوم بالنسبة لك كإعلامية، الاهتمام بهيدا النشاط اللي عم تقوم فيه؟ رونا، مثل ما قلت، الشباب صاروا 12 سنة بيشتغلوا، بدعوا الإعلام، يمكن ما بيعرفوا مع مين بدهم يحكوا، وأنا صار لي بختص معهم فترة، فقررت هالسنة إنه قلت لهم رح ساعدكم قد ما بقدر وانزل معكم وأعطيكم هيدا ريسايكلد، مش مشكلة، أعطيكم يعني أقدر قد ما في أجيب كفرج. فصراحة بدي أشكر كثير الإعلام اللي إجا، و لانه حرام من يعني اذا ما في توعيه كفايه انه ما لازم نرجع نكب، شو ما نظفتي وشو ما عملتي مثل قلتها، لان شو بدنا نلحق لنلحق، البحر بيستوعبنا والبحر واسع وكبير وغنينا له وعملنا فيه قصايد وتمجيد، بس لما نكب البحر هيدا اذا ما بنعرف قد ايه رح ندفع ثمنه. يعني عندك مجرير بتنزل بلبنان ما لها منا مكرره، وانت اشتغلت على هالمواضيع وبتعرفي قد ايه اثر البيئي صعب، كمان هيدي الزبالة عندها أثر بيئي كتير كبير. البعض بيعتقد إنه كرسي بالمي بتقعد معلي، مش بس إنه ما بتتحلل، في أثر بيئي اليوم ما بنعرفه، ما بنعرف بعدين شو حيصير. كياس النيلون اللي بتنزل مأزية كتير، وأنا بشدد على كياس النيلون لأنه كتير بحب الزلاحف، وكتير ضروري يكون عنا زلاحف، وإلا ما بيقعد عنا شطوط فيها ننزل نسبح فيها. هالزلاحف بتاكل أندير البحر، بتغلبت بين الكيس النيلون وأندير البحر، بتبلع الكيس النيلون بتختنق وبتموت. حتى نحن لما نغطس من غلبة بكيس النايلون، يعني منا غبية الزرعفة أبدا، لأن على التحلل بيصير يشبه أندير البحر. فمنقول لهم انتبهوا، انتبهوا شو بتعملوا. هيدا هي حركة بسيطة، هي اتيتود صغيرة، إنه ما كب كبة مستوعب الزبالة، هيدي ممكن شوي يعني نساعد بلدنا المعتر ليوم التعتير، اللي وين ما كان كيف ما ضربت إيدك في مشاكل كتير كبيرة، بس المشكلة البيئية بإيدنا نحن، مش بإيد الطبقة السياسية ولا بإيد وزير البيئة. اللي عنا وزير بيئة اليوم كتير بيفهم بملفات البيئة وكتير جيد، أستاذ محمد المشنوق، عنده هالسنسبيليتي اللي بعض اللبنانيين بيعتبروها منها مهمة. هيدي هي أهم من السياسة، وهلا بهيك مواضيع رونا بحس إلي طعمة، وإذا عندي شوية ناس بتعرفني بقدر وظف هالمعرفة الناس بأنه ندوي على هيك مسائل، بأنه أصحاب الإعلاميين يجوا يغطوا، بعتبر هيدا إنجاز أهم بقدر أعمله. قديش في اهتمام رسمي، طالما عم نحكي عن الوزارة، قديش في اهتمام رسمي بهيك نشاطات؟ لكن إحنا عنا شوية يأس كمان، يعني ما منجرب نشرك الجهات الرسمية. أنا راح لعند وزير بيئة بعد يومين شوفه لموضوع آخر له علاقة بجزادين عم نعملهم من الدواليب، أكيد بيلبوا بيشاركوا وبيجيبوا إعلام كمان. أهمية إشراكهم إنه الإعلام بيجي لما يكون في مسؤول كبير، بس أكيد بعد بدنا كتير كتير لنصير بمصاف بعض الدول اللي عم بيشتغلوا شغل حقيقي في وعي كامل، مثل الدول الاسكندنافية مثلا اللي هي بتمول كتير مشاريع. نحن ما عنا ولا تمويل إلا HSBC وردية اليوم، بس في صار وعي، في تمويل لهيك مسائل من دول بالخارج، بس نحن فينا نساعد بقصص كتير بسيطة. يعني ما حدا يقول أنا عاجز ما بقدر أعمل شيء، دولتي فاشلة، طبقة سياسية فاشلة، هذا كله صحيح، بس كمان أنت فاشل إذا ما بتستعمل سوشيال ميديا، إذا بتكب وما بتطلع، إذا بتسوق وبتطاحش ومشارك بهالفوضى. الفوضى اللي كلنا مشاركين فيها نحن مسؤولين عنها، ونحن عم ندفع ثمنها. ما نحمل بقى بس طبقة سياسية ونرجع منجدد لها هزات على كل حال، خلينا نتحمل نحن شوية مسؤوليات. ولا بس آخر شيء، نحن حسب معرفنا فيه قل له هاي لبلال، نكب له عشيك المرة. بلال نحن نغطس كتير سوا كمان. مرحبا، كلنا مع ناصر. أهلا وسهلا. بقى بلال بيجرب يطلع أوقات سمكة أكتوبوس، إذا بشوف في حياة أنا برجع بكب له إياهم. بترجعون عايشين على المي، نلعب معهم شوي ونرجعون عايشين، يعني ما بنأذي المارين لايف. إيه بلال، ما زالك حد حسب ما عرفنا انه هيدا النشاط مكفى، مش حيضل يوم واحد. صحيح، هيدا النشاط على طول نحن عم بنين فيه، يعني من 12 سنه لهلا ما كان حدا عم بيدور على النشاط هيدا بالذات، بس نحن قايمين فيه لانه نحن جماعه البيئه، نحن اللي بنحب البحر، نحن اللي بنزرع على المي، نحن اللي بنحب البحر،
كم يوم رح تضلوا هالمرة؟ هالمرة حسب الطقس، شايف الطقس اليوم ما ساعدنا كثير، رغم هيدا وكله قلنا whatever what رح ننزل على المي. يعني إذا في حدا حابب يساعد ممكن يجي بكرة أو اللي بعده أو اللي بعده. يا ريت بيجي بكرة وبيجي بعده، نحن فاتحين باب التطوع للي بحب. ثلاث مرات يعني هن الشباب ثلاث مرات تقريبا بنهار بيغطسوا، ونحن دائما بنشيل زبالة، يعني بنلاقي شيء بنلمه من عدد يعني بغطستنا الفن أو بالتعليم. ثانكس ميرسي. شو في لا عندنا ساعد بالمي بنساعد، بنشيل زبالة، بنشوف مثلا سمكة علقانة بالشرق، شو ما كان فينا نساعدها بنساعد. مثلا اخر مره في زلحفه علقانه بشبك، والزلحفه لما تكون علقانه بشبك ما فيها لا تاكل ولا فيها تصطاد فيها شيء، وبلشوا يطلعوا صيت انه هذه الزلحفه عم تعدى العالم. الزلحفه ما بتعدى العالم، نحن اللي بنأذي الزلحفه ونحن اللي بنأذي المارين لايف. هذا الشبك زيتينه بالاهمال، شليها من الشبك وراحت الزلحفه. هذا كل شيء بحب اقوله. شكرا لك. اذا كاترين، هذه الاجواء من السان جورج، وفي هذه الاثناء سيقوم فريق جديد بدخول الماء والغطس لاستخراج المزيد من هذه النفايات. شكرا لك رونا على هذه الرساله، طبعا خبريه حلوه يعني بظل كل هالاخبار السيئه. انه نوجه لهم تحيه وان شاء الله نقدر نتعاون معهم على شاطئ كسروان كمان يلي في معاناه كبيره وفي تلوث كثير كبير. اكيد رغم يعني جمال الشاطئ بنشوف انه شفنا كمان شو عم بيشيلوا اشياء، شفنا الاشياء اللي شلوها من البحر، يعني جمال الشاطئ دواليب وكراسي تخريب الشاطئ من الانسان شيء مخيف. ايه بكل الشط اللبناني بعتقد في نفس المشكله، وبحاجة لخطة طويلة الأمد، والتوعية هي عند الناس بالنتيجة. إذا مشان الناس بدهم يحافظوا على البيئة تبعهم الشاطئ، وما حدا يعني صحيح. الدولة مش موجودة يعني على كلمة مربع. أقول حال بهالشغلة الوحيدة يعني بنقدر نحن نغير، يعني مش بحاجة مزبوط. صحيح. مش بحاجة لأوانين، مش بحاجة على طبقة سياسية. نعم، خلينا نرجع لموضوعنا، موضوع المخطوفين العسكريين. بدي هون طبعا كنت عم تحكي طرحت عدة نقاط، ولكن يعني ما يهم اليوم أكترية العالم أنه لماذا لا تقايد الدولة اللبنانية بحدود معينة طبعا بشكل ننقذ مع مين بدك معه حياة هؤلاء العسكريين، بما أنه يعني ما بقى يحمل الأزمة مزيد من الإطالة. خمسة مستويات للأزمة بمنطقة عرسال، يعني المخطوفين. مستوى الأول عرسال بحد ذاته البلدة، هيدا بدي الوضع بده معالجة. كانت يمكن عرسال بفترة سابقة بيئة حاضنة بشكل كان في تعاطف، خلينا نقول اليوم بعتقد صار في ما عاد فيها التعاطف مع الجماعات، في أفراد مرتبطين معهم لغايات معينة وأسباب. المستوى الثاني محيط عرسال، جرود عرسال ميدانيا وغيره، هاي كمان منطقة إذا بدك إلى اعتباراتها. ثالثا موضوع النازحين السوريين بالمنطقة، لأن عددهم هائل حسب ما فهمنا، عددهم بحدود 100,000 بمنطقة عرسال. هيدا معقول وزير الداخلية بده ينقلهم؟ هيدا غير النازحين بمناطق تانية، في مشكلة هوني. المستوى الرابع الوضع العسكري الميداني يلي الجيش عم بيقدر يقدره بعرسال وبجرود عرسال. والمستوى الخامس بدك تتعاوني وتنسقي مع سوريا يلي هي على الجانب الآخر من الحدود، يعني ما في مهرب من هذا الموضوع. شو بيفيد هون التنسيق مع سوريا؟ أنا معلش لأنه هيدي النقطة هي إشكالية اليوم. أول شيء خليني أقول إذا اليوم نسقنا مع الحكومة السورية كيف هي تساعدنا بهالموضوع؟ ميدانيا هالجماعات الإرهابية منتشرين على الحدود بين لبنان وسوريا على حدود عرسال، وهالجماعات هن بحالة اشتباك مع النظام السوري. نعم. واشتباك مع الجيش اللبناني ولبنان والدولة. هؤلاء الجماعات إذا بده واحد يحاصرهم ما في حاصرهم إلا من الجهتين، من الجهتين. وبعدين فكرة التنسيق هي إلى جانب عسكري، مش عم نحكي تنسيق سياسي. نعم. جانب عسكري ميداني هيدا بيقدره الجيش اللبناني، بس الجيش اللبناني بده غطاء سياسي. نحن عم نقول تنسيق مش دعما للنظام السوري في معركة ضد تنقول جبهة النصرة بحلب، مش هذا الموضوع. عم نحكي على حدود مشتركة فالتة وعندنا مصلحة وهن عندهم مصلحة.
بس هلا صار في تحالف الدولي، يعني هلا البعض اللي هلا عم بيقول انه اذا بده يقوم الجيش بعمليه عسكريه طبعا هو ما عنده القدرات الكافيه عسكريا، قد نحتاج لمساعده التحالف الدولي. وما التحالف الدولي بطل بحاجه نحكي مع الحكومه السوريه، حتى التحالف الدولي انا برايي بوقتنا الاوقات بقياده امريكيه بوقتنا الاوقات، هذا رايي الشخصي، راح يصير في تعاون ما ربما غير معلن بين التحالف والحكومة السورية والدولة السورية، رغم النفي المتكرر والمستمر أنا بدي على لسان الأمريكيين. مش أول مرة السياسة الأمريكية بتبدأ بشيء وبتنتهي بشيء آخر. بالعراق مثلا إجوا الأمريكيين على العراق بال 2003 ليعملوا شرق أوسط جديد، شيء انسحبوا من العراق بالتحالف مع الشرق الأوسط القديم اللي هو الصحوات والطوائف والمذاهب والعشائر. هلا العملية كل ما تاخذ وقت أطول، كل ما يصير إمكانية تحول السياسة الأمريكية باتجاهات مفاجئة إمكانية أكبر. وأنا بعتقد تقدير إنه إذا طولت العملية ممكن يقرروا الإدارة الأمريكية لسبب ضغوط معينة من الكونغرس أو غيره انه ينسحبوا او يعدلوا بالعمليه. نعم سنتحدث لاحقا بالتفصيل بموضوع التحالف القوه البريه، يعني هيدي كلها عمليات بالجو، ما بدك عمليات بالبر. بالعراق الجيش العراقي والدوله العراقيه متعاونه، بسوريا في مشكله اذا، وبعدين حسب ما عم نسمع انه داعش والنصره متمكنين اكثر بوضعهم بسوريا من العراق، عندئذ لابد من الاستعانة بدعم على البر، يعني على الأرض. هذا الأمر ممكن يحصل بس بصرف نعم. النظر خلينا نترك هذا الموضوع، رح أحكي فيه كمان بالتفصيل بمحور لاحق، بس نرجع على الحدود اللبنانية السورية وقضية العسكريين. ما فينا هون نستعيد بالتحالف الدولي ل يعني شن عملية عسكرية وإنقاذ هؤلاء، خصوصا وأنه أكثر من مسؤول عسكري أمريكي لم يستبعد أن تشمل الضربات حدود لبنان مع سوريا. التحالف الدولي عنده خطة معينة ماشي عليها، مش على علمي انه لبنان من ضمنها او الحدود السورية اللبنانية من ضمنها، مش على علمي. هلأ اذا التحالف الدولي بده يساعد لبنان وجدة، لازم يساعد الجيش اللبناني لانه هو اللي قادر يتحرك ضد هالجماعات، ولازم لازم يعطوا الجيش اللبناني القدرات العسكرية المطلوبة من طيران، من سلاح طيران الى مدفعية الى كل الاسلحة المطلوبة للتصدي لهالجماعاته. هيدا هو الطريق، هي الطريقة الأفضل. هلا دخول التحالف بمعارك أو بخصف مواقع أنا ما بستبعد، ممكن يصير يعني ما بعرف، بس هي بتخدم قضيتنا ممكن يصير. هل هو بطلب من لبنان أو بدون الطلب؟ ما ممكن يصير، بس السؤال هون شو مصير العسكريين والناس المخطوفين؟ يعني كل عملية عسكرية فيها مخاطر كتير كبيرة. تقديري، وأنا مش خبير بالأمور العسكرية والأمور الميدانية، ما بنعرف شو في على الأرض، كلنا بنحكي عن الموضوع بس مش عارفين كيف الوضع ميدانيا على الأرض. هل الجيش اللبناني عنده إمكانية يقوم بعملية معينة محدودة مركزة؟ أنا بعتقد إذا عنده إمكانية، وهن بيعرفوا القيادة بتعرف، يحتاج لقرار سياسي. ايه بس انه اذا عندهم الامكانية انا بعتقد هيدا خيار صائب. واذا ما عندهم الامكانية التفاوض. هلا موضوع المقايضة، التفاوض لا يمكن ان يؤدي الى مقايضة. مع مين وشو؟ طيب نحكي عن مقايضات هيك تحت هيك يعني عناوين غامضة شوي. بقول وزير الداخلية انه مقايضة ضمن القوانين المرعية الاجراء، انه هيدي اصلا اتفق عليها باجتماع مجلس الوزراء اول شيء يلي صار. المسجونين نائب جملات ايضا بدعي الحكومة الى اقرار مبدأ المقايضة. طيب باي حدود يمكن ان نقايض؟ في ناس كثير تحكموا ومنهم بعد بالحبس ومنهم تركوا. طيب وفي ناس بعدها ناطرة بلا محاكمة؟ لا صار عددهم كتير قليل خلافا لما يقال، بس في ناس بدهم يتصلبطوا بالقوة، يعني محكومين ومتهمين، وهذا يعني
هي مسألة كتير 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 دقيقة. قصدك هودي لا يمكن المقايضة عليهم؟ لا طبعا أشخاص مجرمين و تم إثبات جرمهم بأحكام. بتشوفي مين المطلوب منين الأشخاص؟ طب إذا في واحد متهم وصدر الحكم ويقول الحكم إنه هالشخص قتل فلان وفلان وفلان، وبعدين مقايضة مع مين؟ ما في نصرة وفي داعش، وكل واحد عنده لائحة مطالب، ونصرة وداعش الدول يلي بتمون عليهم وتأثر عليهم بعدها لم تتحرك بشكل جدي. ليه برأيك هالقد تركيا وقطر هملين هذا الموضوع؟ يعني ما عم بينحكى انه بالنسبة لهم هالموضوع ما بيشبه قضية مخطوفي اعزاز ولا قضية راهبات معلولة. قطر. لماذا هذا الحذر بالتعاطي مع قضية العسكرية؟ قطر تراجعت شوي، يعني صار في اليوم ملامة كبيرة على قطر من قبل مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لعلاقتها مع هالجماعات، واليوم قطر عدلت شوي بسياستها بالنسبة للتعاطي مع هالموضوع عربيا عم بحكي وإسلاميا. وتركيا ذهبت إلى أقصى حدود التهور بالوضع السوري، وعبر تركيا دخلت كل المجموعات أو معظم المجموعات الإرهابية يلي إجوا منهم من أوروبا ومنهم من الشيشان ومنهم من تركيا نفسها ومن العالم العربي. يعني ما بقي إرهابي مش عارف لوين بده يروح إلا راح على الأراضي التركية. اليوم تركيا وبالنتيجة تركيا دولة عضو بالحلف الأطلسي، وتركيا اليوم تحت ضغط كبير من الأمريكان وغيرهم. بالنسبة لهم ما بعتقد تركيا اليوم رح تاخد أي قرار في تهور، ممكن أنه تتدخل بس بشكل كتير حذر ومتردد، خلافا للهجمة التركية يلي كانت بال 2011 و12 تحديدا بالأزمة السورية. يعني ما كان في عندهم أي اعتبار، دخل على سوريا آلاف الجهاديين الآتين من كل بقاع الأرض، ما بقي وكان في تهور، بمعنى كان في بتركيا اعتقد انه النظام السوري سيسقط بوقت قريب، وبيقدروا هن بعدين يكون عندهم الكلمة الفاصلة بسوريا عبر التحالف مع الإخوان المسلمين. هيدا السيناريو ما زبط، واليوم الأتراك بحالة تردد كبيرة. هلأ سائب يعني الحظ بالنسبة للوضع، قضية العسكريين نعم. قضية العسكريين، بينما بقضية عزيز كانوا بعضهم منخرطين بشكل كامل، اليوم عندهم حذر كبير وتردد. وبعدين ما بعتقد فيهم يقدموا على خطوة كبيرة بدون التنسيق اليوم مع الأمريكان. نعم. بعد الحملة يعني. إذا بنعود للموضوع، هذا ممكن يعني يكون في دور للولايات المتحدة بالنسبة للموضوع للتأثير على تركيا وعلى دور معين. ما بعرف إذا شيء ممكن. عم تحكي عن موضوع العسكريين؟ إيه ممكن. دور أمريكي بالضغط على تركيا يعني لي. أو بالطلب من تركيا إنه يهتموا. ربما يكون هيدا مخرج، ما بعرف. نعم. طيب اذا ما نضل ناطرين تركيا وقطر وكل هالمساعي، وبدنا نضل ناطرين حتى بالداخل فعلا يتوافقوا على حدود معينه لمقايضه او على استخدام اوراق قوه او حتى على مبدا التفاوض، طيب بهالوقت يعني كل جمعه جمعتين عم بيتم اعدام احد العسكريين، طيب ما مصير هؤلاء وما مصير كل هذا الملف في ضوء كل التعقيدات يلي تفضلت يعني وحكيت عنها؟ الله يساعد اهل الله يساعد العسكريين المخطوفين واهلهم، لأنه التعاطي هو مع عصابات ومجموعات إرهابية ما إلى رادع، والحكومة اللبنانية لا تحسد على هذا الوضع، لكن الحكومة مسؤولة وكل الأطراف مسؤولة عن الوضع اللي وصلنا عليه. طيب أنا في سؤال أساسي، عندما انسحب صار في اتفاق على تسوية بعرسل عبر هيئة العلماء المسلمين بانسحاب الجيش المسلحين وبيبقوا العسكريين، كيف أخذوهم معهم؟ حتى لا بعدنا فهمنا. ومن وقتها كنا عم نحذر مرة واثنين وثلاثة، والعماد عون حذر عدة مرات بهالموضوع، إنه لا يمكن الدخول بتفاوض مع جماعات الإرهاب. عم بحكي هيك من وقتها. هلأ وين؟ هلأ صرنا بوضع آخر. بس أنا زيك وقت يلي أخذوهم رهائن، طيب ما هودي مرقوا
قدام الجيش وقدام القوات العسكرية والقوى الأمنية اللبنانية. طب كيف راحوا بعدين؟ كيف قبلت الدولة الحكومة؟ ما بعرف مين مسؤول عنها، لحد هلا ما بنعرف، انه ينسحبوا العسكري المسلحين ومعه رهائن. وبعدين للأسف من بعدها يوم بنسمع هلا رئيس الحكومة عم بيقوم بخطوات بمحلها، يعني زار قطر طلب منه رسميا، بس في تلكؤ، يعني واضح انه ما حدا تلكؤ داخلي او تلكؤ اقليمي بالتعاطي معنا بهالموضوع، وثيقب هالامر مع الحمله العسكريه الكبيره، يعني ما عاد حدا مهتم. والطرف اللي ممكن اكثر شيء يساعدنا وعنده قدره هو سوريا، ما بنحكي معه. يعني حكي معه الوزير جبران باسيل حكي مؤخرا، بشو حكي معهم؟ بشو حكي باجتماعه مع الوزير المعلم؟ اجتماع الوزير باسيل، يعني هو الجهة الرسمية الوحيدة يلي تعاطت معنا مع الوزير المعلم. أول شيء لا يلزم الحكومة اللبنانية بشيء، أكيد لا، عم بقول للرئيس السلام إنه إذا بده يصير في حكي، ليس بغطاء رسمي أو إذا بده يصير في حكي مع الجانب السوري بده يتم عبر يعني بشكل رسمي وبدعم من الحكومة، بطلب من الحكومة اللبنانية. نعم. الوزير باسيل يمكن أخذ مبادرة واجتمع بالوزير المعلم. مش جريمة هيدي يعني اجتماع معه. لا هلا بدي احكي عنها كمان لانه بس حتى اختم بملف العسكريين. اذا بس انا برايك الازمه ما لها حل بالافق القريب؟ ماني شايف، لا للاسف، يعني انا شايف انه اذا عم بقول لك اذا في عمليه عسكريه او في هيدا الامر بيقدروا بيقرروا الجيش اللبناني والقوى مع السلطه السياسيه. نعم. واذا في اي امر اخر بعدين، بدي اقول بعد نقطه، تنفترض في تفاوض، تنفترض في اتفاق، تنفترض نظريا ما بقى فينا نترك الوضع بعرسالة وعلى الحدود بين لبنان وسوريا مثل ما هو فالت، بمعنى انه كل يوم بيومه، يعني مش مية ومين هيدي. يعني الحكومة اللبنانية ما فيها تتعاطى مع هذا الوضع على اساس مية ومين، على اساس المية ومين، يعني بشكل يومي لازم حل جذري، مش ردات فعل، والجيش اللبناني من ضمنه مش ردات فعل، لانه اي لانه عم تتعاطي مثل ما قلنا مع جماعات ما إلى حدود بطريقه بالعنف اللي عم تمارسه، ما في ما في ما في سقف لشيء. نعم. اسمح لي دكتور فريد الخزن نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعده منتابع حوارنا بلقاء الوزير جبران باسيل مع الوزير المعلم بلقاءات نيويورك، ايضا بالتحالف الدولي وغيرها من المواضيع المتصله. فاصل ونعود، ابقوا معنا. منتابع مشاهدينا هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفي النائب دكتور فريد الخزن. دكتور فريد، كيف يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل بوزير خارجية سوريا وليد المعلم دون أن ينسق أو أن يحيط رئيس الحكومة علما بهذا اللقاء بحسب ما قال الرئيس سلام نفسه؟ اليوم اللقاء حصل طبعا، والوزير باسيل بعتقد التقى بالوزير المعلم مش ممثلا الحكومة اللبنانية، عم يلتقي فيه وما في شيء بعتقد انطرح، بس لقاء على هذا المستوى، يعني هو وزير خارجية لبنان، بعدين وزير خارجية لبنان عم تلاقي وزير خارجية سوريا، ما بعتقد جريمة هيدي، ما بعتقد مشكلة، مش جريمة، بس عم نحكي بروتوكول. إلا إذا الوزير بصير رايح يفاوض باسم الحكومة اللبنانية بصير غير موضوع وبدون علم الحكومة بصير. وبعدين ما حدا في يلزم الحكومة اللبنانية بشيء، هيدا لقاء حصل ما بنعرف كيف ظروف كيف حصل، يعني انه مثل ما بواشنطن بنيويورك بالجمعيه العموميه الاجتماع السنوي هي عمليا كلها لقاءات بصير. نعم. بين وزراء خارجيه ورؤساء جمهوريه، بس بتصير لقاء، معلش دكتور، عم بيصير لقاءات على مستوى وزراء خارجيه عم يمثلوا بلادهم، يعني هون عظيم. عم بيقول الرئيس سلام هو له حساباته السياسيه وينتمي الى فريق سياسي عظيم. معين ربما قام بهذا الامر ولكنه ليس تكليفا رسميا وليس بغطاء رسمي ابدا. ما في بتكليف رسمي، بس انا رح لي، انا بعتقد انه فينا نكون الحكومه اللبنانيه عندها موقف من النظام، من الوضع بسوريا اليوم، هيدا بفهم، لكن بالنتيجة القطيعة الكاملة مع الحكومة السورية ليست من مصلحة لبنان. أنا ما عم بقول بدنا نفوت بتحالف مع الحكومة السورية ضد المعارضة
أو مع المعارضة ضد سوريا. نعم. أنا عم بقول تواصل ما في ما في ما في سلبيات. تواصل. وهذا ما كان في خبر رئيس الحكومة بهالموضوع؟ وهذا هو لقاء معه وفد تواصل. واحد. وهذا لقاء تواصل. هذا اللقاء عنوانه أنا بشوفه أنا ما عرفت شو حكيه وشو عم بس من هذا المنطلق من هذا الباب بدنا نفوت على موضوع إرسال مجددا. لا هون بدي احكي اكثر عن اللقاء. شو حكوا بهاللقاء؟ طيب يعني وبقيت غامضه شوي انه هيك عنوان عريض انه تم البحث بتطورات لبنان والمنطقه. انا اليوم قريت الخبر بالجريده لكن كنت موجود باللقاء ما بعرف شو حكيوا بس اكيد الوزير بسيل ما راح التقى فيه باسم الحكومه اللبنانيه او لكي يلزم الحكومه بموقف معين لا بس انه اذا في تواصل هيدا امر. بس قرانا انه بطلب سوري تواصل بطلب سوري بحسب صحيفه المستقبل هل هذا صحيح؟ ما بعرف ما بعتقد بطلب. هلا بدي اقول لك شغله نحن جارتنا دوله اسمها سوريا واليوم بسوريا في حرب اهليه في حرب طويله عريضه ما راح تخلص بوقت قصير والحكومه السوريه والدوله الحكومه النظام السوري لا يزال قائم وفي معارضه نحن ما بدنا ناخذ موقف لا مع النظام ولا مع المعارضه طيب ما لازم لا نلتقي لهون ولا هون بس نحن عندنا مصلحه انه يكون في حد ادنى من التواصل مع الحكومه السوريه مع السفير السوري اللي موجود بلبنان يعني مع النظام السوري بعده عندنا مصلحه وتحديدا بموضوع العسكريين المخطوفين وموضوع الحدود اللبنانيه السوريه المعارضه السوريه اذا بدنا إذا بدنا نعمل قياس افترضي بدنا نتواصل مع المعارضة السورية مع مين نتواصل؟ في داعش في النصرة في الجيش الحر في الجبهة الإسلامية في الإخوان المسلمين في ما بعرف بعد في شيء 10 أطراف في الحكومة السورية والنظام السوري والجيش السوري بعده موجود مش هيك وبعتقد أنا عم بيتواصلوا معه كل الناس بالسر مش بالعلن تقديري هيك يعني إن كان العراق من مصلحة لبنان إذن برأيكم أن يتواصل مع الحكومة السورية لمصلحته إيه طبعا طيب بس ما كان في نسق مع الرئيس يعني اليوم وزير خارجية موجود بنيويورك بصفته وزير خارجية مش رايح بصفته الحزبية أو بصفته يعني السياسية كتيار وطني حر يعني كان بالإمكان أخبار وإلا عم تتكرر معنا تجربة الوزير عدنان منصور يعني عم نرجع نشوف ما عم تتكرر أبدا بالعكس بأي مواقف أساسية كان الوزير بسيل بالجامعة العربية أو بموضوع الائتلاف جدة أو غيره كان كله بالتنسيق مع رئيس الحكومة لا 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 مش هيك الوضع أبدا هلا عم بحكي من بعد لقاء الوزير المعلم وكلام الرئيس سلام هيدا اللقاء يعني. غير ملزم هلا صار غير ملزم بعدين ما بعتقد في مشكلة بين الرئيس تمام سلام والوزير بسيل بهذا الموضوع أو بغيره وأنا عم ضيف أنه التواصل مع الجانب السوري أمر ضروري وهذا لا يعني أنه نحن جزء من المعركة القائمة بسوريا بين النظام والمعارضة لكن في تواصل لمصلحة لبنان ولمصلحة طبعا الجانب السوري. اسمح لي ادخل على موضوع التحالف الدولي بشكل عام ويلي طبعا كان لبنان جزء منه لما بشارك بالاجتماعات التأسيسية لهذا التحالف سواء بباريس او يعني حتى في جدة ضد الإرهاب في السعودية بس مش جزء بالتحالف عسكريا يعني لا طبعا مش عسكريا اصلا ما بدنا من يساعدنا ولكن يعني شارك وكان موجود ب يعني باللقاءات يلي اسست لقيام هذا التحالف الدولي بشكل خاص لقاء جده في السعوديه طب هذا التحالف بشكل عام برايك الى اين يريد ان يصل من خلال هذه الضربات التي قال الرئيس الامريكي نفسه انه ستحتاج لسنوات طويله وانها معقده هل الهدف هو القاء يعني القضاء على داعش بشكل كامل ام في اهداف محدده ما ان تتحقق سيوقف هذا التحالف ضربه ويترك داعش الحمله العسكريه ضد داعش اولا لابد منها لانه انطلع باندفاعه كبيره بالعراق وبسوريا وما كان حد عم يقدر يوقفه لابد منها لكن لن تقضي عليه بشكل كامل بس في فرق بين ما يكون ليه ما بنقضي عليه بشكل كامل؟ ما في إرادة أو ما في الحملة الجوية لا تقضي لا ليست كافية للقضاء على مجموعات مسلحة على الأرض
لكن تحد من تقدمهم، لكن بصيروا عندهم حسابات هلا انه يضلوا على سرفايفل، يعني يضلوا على قيد الحياه تقدروا يستمروا، بينما قبل كانوا فاتحين حسابهم وفلتين. الحمله العسكريه هي للحد، هيدا قراءتي لها، من الاندفاع الداعشي بالمنطقه. وثانيا التصدي، اهميته انه في حلفاء عرب، يعني السعوديه والعراق ودول الخليج يلي كانوا بمرحله سابقه من داعمي هالحركات، اليوم هن عم بيتصدوا لهم لانه الخطر صار كبير. بعدين بالنتيجه التصدي الفعلي الجدي لابد ان يكون عبر قوات بريه، يعني الجيش العراقي، الاكراد البشمركه والجيش السوري بدهم يكونوا يقوموا بدور معين، والا ما بتخلص عسكريا بعدنا عم بحكي. لكن التصدي الفعلي بده يكون على ثلاث مستويات، وهيدا الامريكان هون ما لهم علاقه فيه، مش فرقاني معهم منه، يعني انه العمليه العسكريه كان بدها غطاء وقياده دوليه امريكيه اطلسيه وغيره. الجانب الثاني وهو السياسي، هيدا بده تفاهم بين كل المكونات، الشعب العراقي، وايضا تفاهم بعدين بسوريا وخصوصا بالعراق، لانه بدات بالعراق. بده يصير في نظام، او النظام السياسي العراقي يستوعب الجميع وما يكون اداه لضرب اي طرف من الاطراف، لانه هيدا سبب بالانهيار، حكومه نور المالكي سببت بالانهيار. وثالثا وربما الاهم، التصدي الفكري والديني والفقهي لحالات التكفير. هؤلاء الجماعات ما نشأوا لأنه في مؤامرة، هذا كلام، أو لأنه في حروب صليبية، في بيئة أنتجتهم، يعني بمعنى ظروف محلية أنتجتهم، أنه جايين من وين هون؟ بده حدا يتصدى لهالفكر. وبعدين كنا اعتقدنا أنه القاعدة انتهت، تنظيم القاعدة، يبدو هودي الجيل الثاني أسوأ وأخطر وأكثر عنفا وتكفيرا. يعني في موضوع أساسي اسمه الفكر التكفيري الأصولي السلفي البدكي الجهادي، هيدا موجود، بده يتصدى له تحديدا الأزهر ورجال الدين بالمملكة العربية السعودية وبدول الخليج. وما فينا نخبر، بدنا نضرب داعش وتركين الكلام على تلفزيونات التكفيري، ما في ما في نشتغل. يعني شايف انه ما في تحرك فعلي على الارض على مستوى يمكن الازمه، يمكن هلا الازهر، بعرف انا انه الازهر اخذين الامر بجديه وبدون يكملوا، وشيخ الازهر هلا، بس السعوديه لها تاثير كبير. يعني الخطاب السياسي الديني السياسي بالسعوديه وبدول الخليج ما في يكمل وكان شيئا لم يحصل. يعني اذا بدنا هالجماعة هو عم بيفسروا الدين الإسلامي بطريقة خطأ غلط. نعم. مزبوط؟ طبعا هذا المستوى من المعالجة مهم جدا دكتور، ولكن أيضا في ظروف سياسية أتيت على ذكر، يعني أنه حكومة نور المالكي التي سببت أيضا بمشاكل كثيرة فيما بعد، حتى الوضع النظام في سوريا كمان، وطريقة التعاطي مع المعارضة يلي ما شفنا ببداياتها داعش. مزبوط. والنصرة. مزبوط. كمان هذا أثر في، يعني يجب أن تكون المعالجة على المستوى السياسي في الدول التي نشأت فيها داعش وتعمل فيها في هذه المرحلة، بالعراق وبسوريا وبالمنطقة بشكل عام. يعني انه الربيع العربي اللي كنا عم نحكي عنه، يعني ما باقي منه شيء تقريبا، يعني لأسباب مختلفة بكل دولة في وضع. اليمن اليوم بوضع، ليبيا بوضع، مصر بوضع آخر، في تونس بعدها على الحافة، بس ما بنعرف شو ممكن يصير. وبسوريا في حرب، والعراق قبل الربيع العربي انهارت الدولة. وللأسف يمكن بالعراق انه في دولة فيدرالية، بس دولة مفككة وضعيفة، والفراغ اللي حصل هو أدى إلى هالوضع. وعندك عشائر وعندك بالنسبة للتحالف، إذا تقول انه تستبعد ان يتم القضاء على داعش، وانما الحد السياسي الأمريكي او القيادة الأمريكية للتحالف. ممكن ما تتعجبي بأي لحظة يختلف الوضع،
بأي اتجاه يعني؟ بأي اتجاه ممكن. إنه السياسة الأمريكية اللي شفناها بالعراق نموذج قد يتكرر، يعني بتكون رايحة بمحل بتصير بمحل تاني. تقصد إنه هون يمكن للإدارة الأمريكية أن تعود وتنسق أو تحاور الإدارة الأمريكية ممكن في سوريا؟ ممكن تنسحب بأي لحظة، مش هلا مش اليوم بس بعد وقت إذا صار في أخطاء، وممكن يصير، ممكن كمان يصير في ضغط على إنه تنسحب. بعدين أوباما وإدارة أوباما إجت على المنطقة غصب عنا، لأنه مشاهد العنف الكبيرة ما عاد يحدا يحملها، يعني خصوصا قتل الصحفيين الأمريكيين، وإلا ما كانوا راح يجوا أصلا. عم بيديروا المعركة عن بعد يعني. ايه مزبوط. ما في بريموت كنترول. مزبوط. حتى التمويل يعني قد لا تكون الإدارة الأمريكية هي يعني من لا لا لا، وإنما التمويل عربي وخليجي بشكل أساسي. التمويل هو دائما عربي وخليجي حتى بالعراق. يعني ما أنا خسراني شيء أمريكا من يعني لا بس إنه ما بتعرف بالغارات ممكن من ممكن الجو. يطلع حدا يقول إنه خلص كفى وفي انتخابات أمريكية بعد كم أسبوع. كما إنه ممكن يتعدى المسار الحملة، كما إنه ممكن تتفاهم مع سوريا ومع إيران أيضا. إذا مثلا المسار التفاوض بين أمريكا وإيران تقدم، وممكن يتقدم، ساعتها ما بيمنع يصير في نوع من التفاهم. وروسيا كمان يلي هي عارضت المبدا، لانه ما في قرار مجلس امن، لانه تفاهم يبني ضد داعش يؤسس لتسويات على مستوى اكبر او فقط بين ايران الإطار. بين ايران وامريكا القصه جديه اكثر ما بنتصور، لانه امريكا وايران اثنينهم بدهم التفاهم على موضوع السلاح، على موضوع النووي. طب ليه ما اشركتها بالتحالف معه؟ لانه هي بدها قرار مجلس الامن، ويمكن بيعتبروا انه يمكن روسيا ما تمشي، ما بعرف شو الأز، بس نموذج الليبي ضرب الثقه بشكل كامل بين امريكا وروسيا، لانه بليبيا كان في قرار مجلس الامن وافقت روسيا، بداوا كان عمليات جويه وبعدين انتهت بشيء ثاني الحلف الاطلسي. من وقتها روسيا قررت انه يعني ما بقى في ثقه بين الطرفين، بس موضوع الارهاب روسيا متضررة منه أكثر من أمريكا، موضوع الشيشان وغيره، والجماعات الموجودين بسوريا والعراق قسم كبير منهم روس وشيشان. نتيجة أنا ما بستبعد أنه بعد فترة يصير في تفاهم ما أو تفاهم أكبر بين روسيا وأمريكا لضرب العدو المشترك اللي هو الإرهاب اللي هو الجماعات. هلأ من حظ الدول المشاركة أو المنطقة إنه ما في حدا حليف أو ما حدا اليوم بده إنه الإرهابيين يربحوا. يمكن بيناتهم يلي في تردد عنده لأسباب مختلفة هو تركيا، أما فيما عدا ذلك ما حدا عنده مصلحة. مش عم بقول تركيا عندها مصلحة مباشرة، بس تركيا متورطة أكثر من نعم مثل ما سبق وحكينا، يعني إن كان إيران إن كان سوريا إن كان العراق، السعودية، روسيا، أمريكا، دول الغرب، دول الخليج العربي، كلهم في مصلحة مشتركة بالقضاء على داعش. ما حدا عنده مصلحة إلا ضرب هالجماعات. مش هون بهالإطار دكتور ديكتار بيشوفوا أنه يمكن أن يكون النظام السوري اليوم وإيران يعني هذه الضربات قد يستفيد منها الرئيس بشار الأسد ونظام في سوريا، حتى ولو كان الأمريكيين عم بيقولوا نحن ما عم ننسق معه وهو خارج هذا التحالف هو وإيران، ولكن بالنهاية هم يضربون عدوا للنظام في سوريا، عم بيخدموا النظام بشكل أو بآخر. حالة الفوضى الليبية ما حدا بده إياها تتكرر بسوريا، مش حبا بالنظام ودعما للنظام، لأنه الوضع الليبي اليوم الفالد ممكن يصير فيه أسوأ منه بسوريا إذا فلت الوضع. يعني الاستقرار بسوريا أصبح حاجة لكل الأطراف، بيستفيد منه النظام، بيستفيد منه إكس إجريك شو موضوع تاني. لا، بمعنى أنه النظام اليوم يعترض أنه هذه الضربات هي اعتداء على السيد إن لم تكن بموافقة النظام، بس بالنهاية هو يعرف السورية. أنه هو مستفيد من هذه الضربات. الدولة السورية إلى حق تعترض، لأنه هيدي عم بيصير. الدولة السورية لا تزال قائمة،
هلا في دولة عربية أو تركية أو غيره مش حابين يعترفوا في، بس هيدي دولة قائمة. الدولة السورية لها حق تعترض، بس بسوريا اليوم موضوع الاستقرار أصبح حاجة للجميع، والنموذج الليبي لن يتكرر في سوريا. بليبيا لا بقى في دولة، لا بقى في مجتمع، لا بقى في حالة فوضى عارمة. الأمم المتحدة تركت، ما بقى في شيء، ما في حجر على حجر. وسوريا مرشحة إذا بده يصير فيها الفوضى العار الكاملة بتكون بسوريا أسوأ، وسوريا إلى أهمية استراتيجية أكثر من ليبيا. نظرا لموقعها الجغرافي وغيره، وسوريا على حدود تركيا والعالم العربي وإسرائيل، يعني قصة كتير كبيرة. الاستقرار يستفيد منه النظام، بيستفيد منه النظام. طيب متى يتبين الاتجاه يعني عم تقول انه قد يتغير في مكان؟ انا بعتقد كل ما تاخذ وقت الحملة العسكرية وكل ما تاخذ وقت وما تعطي نتيجة، عندئذ لابد من الاستعانة بالقوى العسكرية البرية. انه بدك بعدين رئيس اركان الجيوش الامريكية ديمسي صرح قال بالنتيجة نحن ما فيها تكون العملية مكتملة إلا بقوة برية، وأمريكا ما رح يكون عندها. بسوريا شو رح يعملوا؟ من هي القوى البرية التي ستتولى؟ بدها تكون جيش سوري. من سيملأ الفراغ؟ يعني بده يرجعوا يتعاطوا مع نظام جيش سوري مين بس بيكون؟ عم بيدربوا هن معارضين، عم بيدربوا. نشوف شو غير كافي هذا الأمر، يعني بنحكى عن 5000 أو 6000 مزبوط عم بيدربوا المعارضين المعتدلين. في بعض الأطراف العربية الخليجية وغيرها وتركيا عم بيراهنوا إنه هيدي ممكن عملية تكون ممر لضرب النظام السوري. أنا بعتقد مراهنة خاطئة. بعتقد بعدين الجيش الحر أو المعارضة السورية مكونة من أطراف عديدة. قوة النظام السوري إنه في قيادة واحدة وفي جيش واحد قرار وفي واحد. ولاء. أما المعارضة السورية مشتتة من أول يوم، لا يجمعها سوى عامل واحد هو المعاداة النظام. أما فيما عدا ذلك قوى السورية المعارضة مشتتة، ويلي خرب المعارضة السورية هو تدخل المتطرفين الإسلاميين يلي معظمهم أتى من تركيا وبتمويل عربي، فتحولت المعارضة بجزء كبير منها إلى وبعدين الأمريكان عملوا شيء اسمه الجبهة الإسلامية، يعني حركة إسلامية هلأ بسموها معتدلة. هلأ بين الاعتدال والتطرف في خيط رفيع. وشو معناتها الاعتدال؟ يعني إنه إذا بنقتل واحد طلع بينا نقتله بصير اعتدال، وإذا بنقتل واحد عدو بصير بالأحرى، إذا قتلنا واحد قريب بصير التطرف. إذا بين الاعتدال ما دام في حركات إسلامية جهادية سلفية تكفيرية موجودة اسمها إكس شو ما كان اسمها، معناتها عندنا مشكلة، سواء كان داعميها من عرب أو غرب أو شرق أو شو ما كان عندنا مشكلة. وهودي هون البعض يحمل النظام مسؤولية ما قال إليه الوضع، لأن تحولت لحرب طائفية. مين بده يضمن الاحتلال؟ حرب سنية شيعية، يعني مثل ما أجا أطراف آخرين من إيران ومن العراق ومن لبنان حاربوا في سوريا. أنا ما عم بقول لك هذا الأمر استقطب، يعني هذه وجهة نظر. أنا ما عم بقول لك النظام بسوريا أو بالعراق، وحتى النظام بالعراق أيام صدام حسين ما كان مسؤول عن المسؤولية بيتحملوها كل الأطراف. بس عم بقول اليوم عمليا المراهنة انه بالواسطة وورا الباب وتحت الطاولة بقدر بضرب النظام وبعمل حالة استقرار بسوريا، هيدا وهم. المراهنة في غير محلها. اسمح لي توقف مع فاصل اعلاني اخير دكتور فريد خازر، ومن بعده ننتقل لبعض الملفات اللبنانية الشائكة مثل رئيس الجمهورية وموضوع تشريع الضرورة المرتقب هذا الاسبوع. فاصل ونتابع، ابقوا معنا.
برحب فيكم من جديد مشاهدينا وبتابع برنامج الحدث بالقسم الأخير مع ضيفي النائب دكتور فريد الخازن، وننتقل للمشاكل اللبنانية السياسية. يعني طبعا هي متأثرة بكل الأمور كنا عم نحكي فيها الإقليمية والدولية. موضوع التشريع المرتقب هذا الأسبوع، علامات استفهام كثيرة عم تطرح عن مقايضة، نمرر التشريع، تشريع السلسلة، وبعدها نمرر التمديد، هي مقايضة أو صفقة يعني عم بنحكى عنها بكل تفاصيلها. تميز حزب الكتائب عنكم وعن القوات اللبنانية كطرف مسيحي، وأعلن أنه لن يشارك في أي جلسة للتشريع ما لم تكن لانتخاب رئيس للجمهورية. أليس فعلا تشريع الضرورة الذي له الأولوية اليوم هو تشريع انتخاب رئيس الجمهورية؟ انتخاب رئيس الجمهورية أكيد أولوية، لكن تشريع بعض المسائل الضاغطة الملحة كمان أولوية. موضوع رئيس الجمهورية موضوع آخر، مرتبط بتوازنات سياسية وطائفية، واليوم المكون المسيحي صار له موقع، صار له دور، صار له وزن. ما بقى فينا نقول بدنا ننتخب رئيس جمهورية ما عنده تمثيل وما عنده حيثية وما عنده موقع. بالنسبة للتشريع بس دكتور، عفوا يعني هالكلام عم بخلينا ندور بالحلقه المفرغه. طيب النتيجه عند انه قال الرئيس الجمهوري، اقترح اقتراح يعني منطقي انه هالمرشحين المعروفين، طيب طالما تبين انه ما في امكانيه للتوافق عليهم ولا لانتخابهم، طيب بنضل ناطرين من دون انتخاب رئيس جمهوريه؟ فليفسحوا المجال امام مرشحين جدد وينقذوا الوضع، يعني ننتخب رئيس جمهوريه ولكن ليس من المرشحين المعروفين. ونحن كمان طرحنا انتخاب رئيس جمهوريه من الشعب مباشرة، كمان هيدي مبادرة ديمقراطية لأقصى الحدود. هيدي بدها يعني مسار طويل عريض، وبدها تعديلات، وبدها توافقات وطنية. يعني بزمن الأزمات الكبرى بدك تاخدي خطوات كبرى وجريئة. إنه كمان هيدا اقتراح ما حدا بيلتفت فيه، بس منقول بيجي واحد بيقول أنا عندي مبادرة وما بيكون في شيء، خلينا نعمل مبادرة. بس ما في تجي تلوم من اليوم، حتى الحلفاء ما التفتوا لهذا الاقتراح، يعني اعتبروا انه بده نقاش وحطوه على جنب. فما فيك تلوم الخصوم. اكيد بدنا نلاقي وسيلة وطريقة لانتخاب رئيس جمهورية بوقت قريب، لكن بالنتيجة القواعد التي كانت متبعة بمراحل سابقة، وهو بيجي انتخاب رئيس جمهورية من الخارج او بصير في اتفاق بين القوى السياسية على حساب المسيحيين، هذا الأمر. إذا هيك بدنا ننطر سنوات طويلة من الرئيس، يعني بدنا نضل. لا ما رح، بعتقد ما رح تكون القصة مطولة كتير. بموضوع التشريع، هذا كمان موضوع ملح جدا. هون عم بحكي على سلسلة الرتب والرواتب. موضوع اليورو بوند. طيب لا طالما كانت ملحة وما اتفقتوا على شيء، مبح صوتهم وهن بالطرقات وانتهت الأزمة بإفادات وما إلى ذلك، هلأ عم بتلوح بالأفق صفقة التمديد. يعني بنشرع تنقول إنه هالمجلس ما إنه ما عم بيعمل شيء، شرع وبيستاهل إنه يتمدد لهذا الموضوع. نحن من جزء، نحن كطرف سياسي لسنا ضمن أي صفقة، أو موضوع التمديد موقفنا معروف، ما عم نزيد أحدا، ومش شيء جديد، وسبق واخذناه وطعنا بالمجلس الدستوري ومشيت ورجعته بعد. وتم لا مش قلنا لازم تصير حضرتك هلا نايب ممدد لك. يعني طيب اوكي، بس انا صوت ضد التمديد. وبعدين ايه بس شو قيمه التصويت وحتى الطعن لما بدك ترجع تبقى نايب بالبرلمان دكتور؟ يعني البعض عم بيشوف انه هون في مزايدات يعني لا شوي. انا رحت الى اقصى اخر الطريق وطعنا بالمجلس الدستوري بالتمديد، تم تعطيل المجلس الدستوري، وتم اذا بدك منع مجلس دستوري من استقيله ساعتها. اذا هالقد اللي استقلنا بس عم بصير في انه اذا استقلنا وهيدا هالشيء بيمنع التمديد بفهم، بس الاستقاله يعني بصير في انتخابات فرعيه، انه لا بتقدم ولا بتاخر، بس يكون في يعني انسجام طيب بين القول والعمل، تكون في صدقيه للموقف يعني وللمبدا، وليس فقط انه طيب كلام قد يستفيد منه سياسيا. والاستقاله بتفيد سياسيا، بركي هالمره مستقيل بنشوف. بس بكل الاحوال الفكره هي انه التمديد نحن بالنسبه لنا معارضينه ومش عم نزيد احدا بالمبدا.
اليوم في ناس عم بيحكوا بمعارضة التمديد لأسباب أخرى، لكن بأكد لك إنه لهلا ما في أي صفة بالنسبة لنا. نحن ما كان أكيد ما في شيء، بس بحسب ما بعرف إنه هلا في تشريع مجلس النواب، وما بعتقد في صفقة معينة، وإذا في صفقة نحن منا جزء منه. بس بكل الأحوال، بس كيف رح تبينوا إنه منكم جزء منه؟ التشريع إذا كررتوا المواقف السابقة، التشريع يجب أن يحصل. وكل التأخير بموضوع السلسلة قد يكون لأسباب غير مرتبطة بالسلسلة، لأنه الأرقام اليوم صارت معروفة موثوقة. تيار المستقبل كان معارض إقرار السلسلة، يبدو هلأ صار في أو ممكن يصير في تفاهم أو تسوية، لأنه في صفقة التمديد. ليش ما عملوا هالاتفاقية قديش تمعوا قبل ما على الأقل كانوا أنقذوا الطلاب وأنقذوا الوضع؟ معك حق. أنا بدك تسأليهم. أنا بالنسبة لإلي التمديد لا يجب أن يحصل. ثانيا التشريع يجب أن يتم بوقت قريب، لأنه ما بقى والموفي عندك الموازنة وعندك القانون البرنامج تبع تسليح الجيش اللي هو موضوع أساسي أيضا، وهيدا ما في سبب إنه ما يصير في إقرار لإله، في حاجة كبيرة لإله، سواء تم تمويله من الموازنة أو من الهبات. إذن في ثلاث أربع مواضيع أو أربع خمس مواضيع ملحة أساسية. سيتم تحديد الجلسة بحسب معلوماتك بعد هذا الأسبوع، بعد اجتماع هيئة المكتب بعتقد بوقت قريب صار. يمكن ما بعرف شو صار بالاجتماع الأخير إذا حصل بين الرئيس بري والرئيس سنبيل. حكى أنه صار في لقاء ولكن بعيدا عن الأضواء، كان بعد موقف تيار المستقبل غير واضح من بعض الأمور. بعدين كذلك الأمر رئيس الجمهورية مش موضوع هيك موجه بالمطلق، كمان موضوع ملح، يعني عندي كل هذه المواضيع ملحة بالإضافة للوضع. بس السلسلة أكثر إلحاحا من رئاسة الجمهورية برأيكم؟ يعني في باكج، في رزمة من المواضيع يلي سيئة بتوقيتها مع بعضها، في السلسلة، في اليورو بوند، في موضوع الوا بروجرام تبع الجيش، في موضوع تمويل الرواتب، وفي الموازن. هيدي كلها مواضيع لا تحتمل التأجيل، لأنه في إلى مهل معين مثل اليورو بوند ما بتحتمل التأجيل، والسلسلة بكفي يعني حرام. وبعدين نحن مع إقرار سلسلة متوازنة مش بالهواء يعني. نعم. طيب إذا أنتوا عم تنكر إنه يكون في صفقة للتمديد، أو إذا في صفقة أنتم خارج هذه الصفقة، يعني كيف رح ترجموا هذا الموقف بالفعل والعمل أنكم فعلا خارج صفقة التمديد، أم إنه تركين غيركم يطلع بالواجهة؟ لا لا لا. وآخر شيء أنتم بترجعوا بتمشوا بهال نحن كنا بالواجهة بالمرحلة السابقة، وبعدين نحن كنا ضد قانون الستين، ضد القانون الحالي، وعم نطالب بالقانون الأرثوذكسي. قبلنا يصير في انتخابات على رغم على قانون نحن ضده، لأنه موقفنا ضد التمديد. وهالمرة نحن مع إجراء انتخابات بقانون نحن مش موافقين عليه. بس أنتوا عارفين أنه ما راح يصير في انتخابات دكتور؟ مش عارفين. لا مش أكيد، مش عارفين. هالمرة غير المرة السابقة. الرئيس بري عنده موقف محلك الجو السياسي هالمرة غير المرة السابقة. هلأ يمكن أكثر طرف، في أطراف تؤيد التمديد لأسباب مختلفة، لكن بالنسبة لنا نحن مع إجراء الانتخابات على قانون غير القانون الحالي. لكن إذا بعدين ليش ما عملنا قانون جديد كل الوقت؟ لكن إذا ما في قانون آخر، نحن أنتم مع إجراء على قانون 60. طب إذا لم تجرى انتخابات وحصل وقع التمديد شو رح يصير؟ هيك كلمة أخيرة بس لأن بدنا نختم. الاستقالة إذا عم تقصدي استقالة، لا بتقدم ولا بتأخر، لأنه التمديد بيحصل. تعطيكم مصداقية، هيدي بتكفي. طب بنفكر فيها. وأنا مش ضد الفكرة شخصيا. أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم أنا الدكتور فريد الخازن عضو تكتل تغيير والإصلاح. على وسهلا فيك من جديد في هذه الحلقة. بشكركم مشاهدينا على متابعتكم برنامج الحدث لليوم، وإلى اللقاء في الغد. شكرا.